كل فترة كده بنحب ان احنا نحتفل برياضيين بتوعنا في النادي الاهلي اللي بيشرفونا فعلا. النهارده هنحتفل بفرق الكاراتيه بالنادي الاهلي اللي دايما بيحققوا نجاحات محلية وقارية كمان. خلينا نرحب بيهم ونتكلم بقى عن رحلة النجاح كده زي ما بيتقال. كابتن خليفة عبد الدايم مدرب كاراتيه بالنادي الاهلي، صباح الخير. صباح الخير. وملك عبد الحميد لاعبة الاهلي للكاراتيه واول افريقيا، يا صباح الفل. صباح الفل عليكم، سعداء جدا بوجودكم معانا ومبروك طبعا الميداليه والمركز حضرتك. الاول على مستوى افريقيا دي حاجه مش سهله طبعا. انا لابساها تقريبا بتاعت بيجي بتاعت افريقيا. حاجه اكيد وراها رحله كفاح. يعني تعالي بقى نعرف منك ولو بشكل مختصر الاستعدادات اللي مريتي بيها الفتره اللي فاتت دي كلها لغايه لما وصلتي لهذا المركز الاول افريقيا. طبعا عديت بمراحل كتير جدا وضحيت بحاجات كتير جدا في حياتي عشان الميداليه دي. طبعا دخلت منتخب مصر وعملنا تصفيات كتير جدا جوه، ومش عايزه اقول ان انا مريت بحاجات وحشه، بس دي حاجات بجد كانت بتشدني ان طعم النجاح هيبقى حلو بالحاجات دي طبعا. ومش سهل يعني، طعم النجاح مش سهل، مش سهل خالص. لا مش سهل خالص، ودي يعني الحاجات دي طبعا بتفضل تدفعني لقدام لحد ما وصلت اللي انا فيه الحمد لله. بس فدخلت المنتخب الحمد لله وكفحت جوه ولحد ما على طول اثبتت ان انا اول جوه، واختاروني ان انا امثل مصر في بطوله افريقيا، والحمد لله عملت اللي عليا وجبت اول. ما شاء الله جميل. ده كده باختصار ها، بس احنا هنرجع تاني ليكي للتفاصيل، لان بصي قصص النجاح دايما احنا بنحب نسمعها بالتفصيل علشان نتعلم منها. انا مش بجاملك بجد، الواحد بيبقى حابب يعرف طب البطل ده مثلا تالق في المجال الرياضي، طب هو ضحى بايه؟ انت قلتي ضحيتي بحاجات، فهنرجع نعرف ايه اللي ضحيتي. عملتي توازن بين الدراسه ولا لا؟ فوتي عيد ميلادات ناس كتير، سفر كتير، حاجات زي كده. لا عايزين طبعا نعرف منك. بس كابتن خليفه خليني برضو ابدا مع حضرتك، لان حضرتك بقى الشاهد على التطور كمان لاعبات بيوصلوا ليه وغيره، فبتاخدهم من هم برضه او تعرفوا ان هم اطفال لغايه لما بيتالقوا ويكبروا، فبرضه ممكن تكلمنا اكتر عن ده. بصي يا استاذه، يعني هي بنبدا مع الولاد من تحت خالص، من 5 سنين بنبدا عندنا قطاع الممارسه بيبقى ما شاء الله كبير جدا في النادي الاهلي. بنهتم بالولاد من مرحله البراعم. عندنا الكاراتيه قسمين، كاتا وكوميتيه. انا مدرب كوميتيه. الكوميتيه اللي هو الاستعراضي اكتر، الكوميتيه اللي هو القتال الفعلي. الكاتا الكاتا سوري هي الاستعراضي اكتر، صح؟ بنوصل الحمد لله بندخل في منافسات داخليه وبناسس فرق ونبدا بالبراعم ونطلع بيهم يلعبوا 10 سنين و11 سنه. والحمد لله بنوصل بيهم لليفل لحد ما بيبقوا زي ملك كده ويوصلوا للبطولات القاريه والبطولات الدوليه. والحمد لله عندنا قاعده كبيره جدا وبنعرف الحمد لله ننافس بيها كويس. يعني الحمد لله حته الكاتا والكوميتيه، يعني مين اللي بيقرر؟ هل اللاعب نفسه اللي بيقرر ولا امكانياته هي اللي بتخليه يركز في واحده من الاثنين؟ وهل اللي بيلعب كاتا غير قادر على القتال في الكوميتيه؟ هو في الاول في المراحل الصغيره اللاعب ممكن يلعب كاتا وكوميتيه، بس بنوصل عند مرحله معينه والكاراتيه يعني مش سهل. والمنافسة في مصر مش سهلة، مصر دولة رائدة في الكاراتيه. فلازم اللاعب يختار ما بين الكاتا والكوميتيه. اللي بيحدد ده ميول اللاعب، هو بيميل يعني الكوميتيه محتاج يعني جراءة شوية، محتاج حد كده لو في مساحة الإصابات وخلافه. الإصابات موجودة طبعا طبعا وبشكل كبير جدا. تمام، فاللاعب يعني هو اللي بيحدد هيكمل كاتا وكوميتيه. وطبعا الجهاز بيرجع يفصل شايف اللاعب ده لا هو يلعب كوميتيه، هو امكانياته وطموحه ممكن يبقى بطل عالم في الكوميتيه، وفي لاعب تاني هو كاتا. اوكي كاتا بس هو كله في الاول بيبدا كاتا، لازم يتاسسوا كاتا. طب انا عندي سؤال، يعني احنا كده ميزنا بين الكاتا والكوميتيه، ازاي بقى اصلا بيتم الاختيار؟ يعني ده سؤال دايما بيجي في بالي، احنا ازاي بنختار اصلا اللعيبه وهم عندهم 5 سنين؟ زي ما حضرتك بتقول شفت بنت مثلا، يعني تخيلت زي ان دي ممكن تبقى بطله بعد كده، او ولد صغير، ازاي بيتم الاختيار بتعرف؟ ولا الموضوع ما لا يقاس في البدايه اصلا يعني؟ لا هو الموضوع بيبدا اللاعب 5 سنين و6 سنين هو لازم يلعب كاتا بس. اوكي تمام، هو من اول 7 سنين او 8 سنين نبدا نشوف بقى اللاعب امكانياته، اطرافه طويله، المرونه عنده عاليه. هو لاعب بطبيعته جريء، ده بقى يميل اكتر للكوميتيه زي ملوكه كده. يعني في الاول مفيش تمييز، بعد كده بتحدده يعني من اول 7 سنين او 8 سنين بنبدا نفصل بقى واللاعب. طب انت يا ملك ليه اخترتي الكوميتيه؟ مع انه برضو كنا لسه بنقول من شويه ان في مساحه برضو لاصابات، ولكن الكاتا الدنيا على الهادي. على الهادي. انا بدات كاراتيه من وانا عندي 5 سنين
تمام. اتأسست طبعا كاتا في الأول ودخلت بطولة عندنا في النادي الأهلي كاتا وما حصلش نصيب فما حبيتهاش. قفلتي من كاتا بالظبط. فقلت بقى أجرب كوميتي ولقيت نفسي فيها جدا وجبت مركز أول في تصفية النادي عندنا وبقى قلت إن أنا هكمل فيها. طب لقيتي نفسك يعني حسيتي ده من خلال إيه؟ هل فكرة إن أنت بتتنافسي مع حد مش مجرد بتعملي حركات استعراضية كما هو الحال في الكاتا؟ هل فكرة إن أنت بتظهري قوتك أكتر وقدرتك على إن أنت تغلبي الخصم من خلال الكوميتي كانت عناصر جذب بالنسبة لك إن أنت تركزي فيها أكتر؟ الكوميتي بص هو الكاتا فيها حاجات كتير قوي استعراضية تمام؟ بس لازم تكون شارك جسمك لازم لكن الكوميتي ملهاش قاعدة. الكوميتي يعني لازم تكون قلبك ميت تمام ولازم انت تلعب ولازم تفرض على الخصم اللي قدامك ان انت تبقى اقوى منه. فدي حاجة انا لقيت نفسي فيها اكتر من كتب كتير فحبيتها فديت فيها بس. طب هو قصة الدعم بقى يعني ايه اللي بيحتاجوا اللاعبين برضو كابتن خليفة الفكرة هنا دعمهم يعني برضو محتاجين نعرف هل في حاجة ناقصة ولا لا؟ انا بتكلم بقى هنا على مستوى الجمهورية مش بس على مستوى نادي معين. والله يا استاذ هو الاتحاد بيوفر دلوقتي منافسات كتير جدا معسكرات للمنتخبات اللعيبة المميزة اللي بتوصل انها توصل تنافس على منتخب مصر بندخل بطولة مثلا من دور ال 64 البطولة فيها 64 لاعب عشان في الاخر ناخد 4 منهم يدخلوا منتخب مصر. 64 ناخد 4 ده 64 ده دول جايين بعد بطوله محافظه منطقه وبعد كده قطاع بعد كده فاينل جمهوريه 64 لاعب في كل ميزان تمام ناخد 4 وندخلوا منتخب مصر بعد شويه الاربعه دول يبقوا 3 بعد شويه يبقوا 2 الاثنين دول يتنافسوا مع بعض لحد بطوله العالم. اوكي فالاتحاد بيوفر لنا دعم انه مش حساك بتقولها يعني ولا انا استشفيت غلط؟ لا يعني هو اللي وفر لنا دعم صح؟ الحمد لله احنا الدعم اخر نقله في الاجابه على جوز زي السؤال. لا عايزين كلام بشفافيه عشان لو في مشاكل في الاول وفي الاخر مصلحه اللاعب من مصلحه البلد لان هو بيرفع اسم مصر في الخارج. فانا عايز لو اعرف ودلوقتي بتبقى فرص لو في مشكله انا ما اعتقدش في اي مسؤول ان هو ممكن يعني يقصر في ده لانه هيحاسب فخلينا نعرف منك لان الصوت لازم يوصل لو في مشاكل انا ما اعرفش في فعلا. لا بجد يعني طبعا احنا الدعم الاول لينا في الكاراتيه هو النادي الاهلي هي مع كامل احترامنا للاتحاد. طب الاتحاد يعني في مشاكل طبعا الاتحاد برضو داعم لا يعني لا الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل الاتحاد بيعمل اقصى ما في وسعه يعني هو بيوفر لنا على قدر الامكان منافسات كتير معسكرات للاعبين. هل الدعم المادي حضرتك تقصد مثلا؟ طيب بيسافروا هو الدعم المادي هو الالعاب الفرديه عامه الدعم المادي فيها بيبقى ضعيف تمام لكن يعني ان توتال كده هو بيوفر لنا على قدر المستطاع اللي احنا بنقدر يعني كويس. نوصل بيه ان احنا نبقى رقم واحد يعني على العالم. ما عندكش مشاكل ولكن عندك نواقص في كل شيء عامه يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. ليه في نواقص في ظل ان احنا بنتكلم على يعني منتخب وبنتكلم على لعيبه بيحصلوا على مراكز متقدمه يعني قاريا زي ملك كده يعني احنا بنتكلم على لعيبه مشرفين الرياضه وجهاز الرياضه دي بالتحديد في مصر. فايه اللي يخلي هل ضعف الامكانيات مثلا؟ والله هو ده جزء يعني ضعف الامكانيات برضو اللعبه الفرديه مثلا الكاراتيه ما فيش سبونسر ما فيش يعني ما هو السبونسر هيجي بعد ما البطل يتوج يعني ده دايما بيجي السبونسرز بيجوا للابطال يعني لما شفنا الاولمبياد بعد ما رجعوا تقريبا ما فيش حد من ابطالنا ما جالوش سبونسر وعمل اعلانات ودعايات وحاجات زي كده فده ممكن يكون حافز حلو برضو فاهم طبعا طبعا هو الاولمبياد طبعا وجود الكاراتيه في الاولمبياد غير المسار تماما يعني خلى الاهتمام بيها حاجه يعني بقت افضل من الاول بكتير جدا وان شاء الله هيبقى افضل بكتير جدا الفتره الجايه يعني. حلو جدا. طب نسال اللاعب بقى نفسه يعني ملك ايه اللي انت تحس ان هو لسه محتاجاه اكتر ايه وفي نفس الوقت انت راسمه لنفسك ايه قدام لان انا بحب دايما اعرف هل احنا بنبص لقدام لازم كل شخص ناجح بيكون باصص للستبس اللي جايه ايه فعايزين برضو نعرف منك. انا هدفي ان انا ابقى بطله عالم ان شاء الله يحصل ان شاء الله ونفسي كمان ان الكاراتيه يبقى في الاولمبياد تاني يعني مش المره دي ده بس يبقى تاني مش كاختيار بس بالظبط يعني. عشان يبقى لكذا حد يبقى بطل اولمبي وانا نفسي في حاجه زي كده يعني اتشرف بيها طبعا
حلو حلو. واكيد انت طالما في النادي الاهلي ده داعم كبير، وانا مش بهزر، احنا شفنا ده فعلا يعني مع جيانا، فيعني ان شاء الله يبقى عندنا اكتر واكتر كمان، وعندنا اوريدي كمان في العاب مختلفه. يمكن اسمها ايه بتاعت التنس الطاوله الصغننه، هنا جوده، هنا جوده جميله جدا، هنا جوده بطل بجد، مشروع بطل ان شاء الله يعني اولمبي، فباذن الله نشوف ده. حضرتك قلت في وسط كلامك كده ان مصر دوله رائده في الكاراتيه، يعني الرياده دي جت من خلال الاسبقيه في الممارسه، ولا جت من خلال تميز اللاعبين المصريين عبر الاجيال المختلفه؟ الكاراتيه احنا مش دوله مؤسسه للكاراتيه، احنا الحمد لله بقينا رقم واحد على الدوله المؤسسه للكاراتيه. يعني احنا الدوله المؤسسه اليابان. اليابان مظبوط. طب يعني قدرنا نتفوق على اليابان اللي هي مؤسسه لرياضه معينه برضو، دي اكيد ما جاتش من فراغ، ايه المقومات اللي خلتنا نتفوق على اليابان؟ احنا المصريين لما يعني لما نركز في حاجه او نحتاج نعمل حاجه بنعملها. احنا الكاراتيه عندنا في مصر العالم كله بيجي يعمل مؤسسات. لها سر بكلمك بامانه والله، اصل انت رديت عليا بجمله وباداء يعني فيه يقين. احنا المصريين حلو، يعني الثقه دي جايه من ايه برضو؟ نرجع ونقول يعني مبنيه على ايه؟ ايه اللي جوانا كمصريين بيخلينا عند لما نكون على المحك او لما نكون في موقف معين لازم معدننا الاصيل اللي جوانا بيبان فعلا؟ ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ والله هو دي حاجه يعني ده دافع داخلي اصلا. عارف زي ايه؟ مع انا اسف لمقاطعتك، زي روح الفانيلا الحمراء كده الاخر ثانيه، هي روح موجوده وحاضره، وفي مليون موقف عدى على رياضات مختلفه اكدت فعلا ان روح الفانيلا الحمراء حاضره. ايه سرها هو يعني هي كمان؟ والله هو ده بيجي اصلا من يعني احنا مثلا في النادي الاهلي انا بزرع في الطفل اللي جاي لي 5 سنين في الكاراتيه انه المكسب بالنسبه لنا هو رقم واحد بس. رقم 2 و3 كتير زي جدا، زي الاخير وقبل الاخير. بالظبط، يعني رقم واحد هو ده المميز، غير كده كلهم زي بعض ما بيفرقوش كتير عن بعض. تمام، فده يعني احنا المصريين، المصري ما فيش حد بيكبر في عينه يعني. يعني احنا في البطوله الاخيره في دبي بطوله الكبار احنا تعادلنا مع اليابان على المركز الاول، وهم فرقوا علينا في ميداليه برونز في الكاتا. الكوميتيه احنا الحمد لله اول على العالم. حلو قوي، حلو ده جدا الحمد لله. يعني احنا يعني عندنا ما شاء الله عندنا الاسطوره، اسطوره الكاراتيه جيانا فاروق بنت النادي الاهلي. بالظبط، جيانا فاروق دي يعني مش عايز اقول لحضرتك لما اي بطوله عالم من اول ما بدات تلعب في بانر بجيانا في البطوله في الافتتاح. فالحمد لله يعني احنا لما بنركز وبنسعى ونجتهد بنبقى في حته تانية. ملك في مصر كانت معاها في ميزانها المصنفه رقم واحد على العالم. واو، لعيبه ممتازه، جايبه اول عالم 2019 ما شاء الله. فتخيل انت معاك المنافس بتاعك المصنف رقم واحد على العالم. فانت عشان خاطر اصلا يبقى في ما بينكم منافسه بيبقى محتاج مجهود كبير جدا. لا بس مالك برضو ما يستهانش بيها يعني. الحمد لله والله متوقعين لك ان شاء الله مستقبل حلو جدا، وترفعي اسم مصر بجد ان شاء الله في الاولمبياد يعني باذن الله يا مالك. مالك الحمد لله الاول افريقيا الحمد لله على كل المصنفين. هو ده بقى اللي احنا عايزينه، هو ده بجد ان شاء الله يعني، او يعني فعلا مصر تستحق ده، لان زي ما حضرتك قلت احنا عندنا يمكن روح ممكن ما نكونش الافضل، ولكن في روح كده موجوده بتخلينا الافضل، ده شفناه في رياضات كتيره جدا بصراحه. فكل التوفيق ليكم، نورتونا بجد، شكرا ليكم جدا، والمزيد من البطولات والنجاحات ان شاء الله. شكرا شكرا. طيب هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعديها عشان نبتدي مع حضراتكم بقى تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.